أعادت أحداث حي أردوين شمالي بلفاست عاصمة إيرلندا الشمالية إلى الأذهان أجواء المواجهة الساخنة بين البروتستانت والكاثوليك وسط استنفار واسع لقوات الشرطة والجيش في إيرلندا الشمالية للفصل بين الطرفين. ففي ظل معارضات سكان البروتستانت مرور التلميذات الكاثوليكيات عبر حيهم وهن في طريقهن إلى مدرستهن وإصرار الآباء الكاثوليك على سلوك نفس الطريق، تنذر هذه البؤرة الجديدة في إيرلندا الشمالية بإشعال فتيل المواجهة على نطاق واسع بين المجموعتين البروتستانت والكاثوليك. رؤية التلميذات الكاثوليكيات وهن يتعرضن للشتم يرمين بالحجارة أثارت مشاعر الكاثوليك. We just couldn't have children going through this type of trauma every day. It just would not be possible to do that. And I'm sure in all the rest of the world, people agree that should not be the case. And children shouldn't be held hostage because of community issues. It's atrocious. It is completely atrocious. To behave that way towards children is atrocious. ويبرر البروتستانت معارضتهم مرور التلميذات الكاثوليكيات عبر حيهم بالاعتداءات التي يقولون إنهم يتعرضون لها من قبل السكان الكاثوليك والتي تجاوزت خلال الشهر الماضي فقط أكثر من 30 اعتداء بالقنابل الحارقة، كما أن وجود عناصر من منظمة الجيش الجمهوري الإيرلندي مع الجانب الكاثوليكي ومن الميليشيات المسلحة الوحدوية مع الجانب البروتستانتي زاد من حدة الاحتقان بين الطرفين. The resolution of this problem lies with this community. It's this community that's been abused. You know, all we can do is actually give some sort of political leadership and ask people to try and get together with their nationalist or Catholic or Republican neighbors. إلا أن الجمهوريين يرون أن الأزمة في حي أردوين تعكس حالة الفراغ السياسي إثر تعثر عملية السلام في إيرلندا الشمالية والتي أوجدت مرتعا خصبا للميليشيات المسلحة كي تنشط وتعزز من نفوذها من جديد. We now have a political vacuum. Into that political vacuum over the last 30 years, unfortunately, we have the experience that loyalism, that paramilitarism, that the bombers on the loyalist side will step into it, and they have. And there have been over 200 bomb and gun attacks on Catholics over the last number of months. وعلى الرغم من الوساطات التي يقوم بها اليوم بعض السياسيين في إيرلندا الشمالية لحل الأزمة، إلا أن تصلب مواقف الطرفين ينذر بتصعيد جديد خلال الأيام القليلة المقبلة. استمرار المواجهة بين البروتستانت والكاثوليك في حي أردوين شمال بلفاست يجسد حالة من الفراغ السياسي التي أوجدها تعثر عملية السلام في إيرلندا الشمالية، والتي لا يبدو أن السياسيين في المقاطعة على عجلة من أمرهم لحلها. نصر البدري، الجزيرة، من حي أردوين شمالي بلفاست.